وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادا شديدا لأوروبا بسبب ما وصفه برهاب روسيا الذي تروج له القيادة الأوكرانية، وذلك في خطاب ألقاه على هامش إزاحة الستارة عن نصب تذكارية للحرب العالمية الثانية. على صعيد آخر، انتقد بوتين في خطابه أيضا سجل حقوق الإنسان في دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا، وذلك على خلفية انتقاداتها الشديدة للحرب الروسية في أوكرانيا. أضاف بوتين أن عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الدول ينظر إليهم على أنهم أشباه بشر ويحرمون من أبسط حقوقهم، كما يتعرضون للاضطهاد على حد قوله.